بات واضحاً أن حملة المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب تمر بأزمة علنية تصاعدت من خلالها وتيرة الاتهامات بينه وبين أقطاب الحزب. فقد تعرض ترامب للانتقادات الحادة الصادرة عن قيادات الحزب الجمهوري الذين عبروا عن استيائهم الشديد من تصرفاته وتصريحاته الهوجاء التي وضعت الحزب في موضع ضعيف وسيء، الأمر الذي دفع الحزب إلى التهديد بقطع التمويل عن حملته الانتخابية. تصريحات ترامب الأخيرة والتي فسرت على أنها تحريض بالعنف ضد هيلاري كلينتون المرشحة عن الحزب الديمقراطي، واتهاماته التي طالت الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما بأنه مؤسس تنظيم داعش الإرهابي أثارت استياء الشعب الأمريكي وانعكست سلبياً على شعبية الحزب الجمهوري، وأنذرت باحتمال أن يكون الحزب هو الخاسر الأكبر في انتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، بل وداخل أروقة الكونغرس الأمريكي بشقيه. وقد تزامن مع الخطاب الذي صدر عن الحزب الجمهوري الذي طالب بوقف الدعم عن ترامب الخطاب الصادر عن خبراء الأمن القومي الأمريكي، والذين حذروا من خلاله من المرشح دونالد ترامب وتوقعوا أنه سيكون أكثر الرؤساء تهوراً في تاريخ الولايات المتحدة. الانتقادات والجدل والاتهامات المتبادلة طالما ما كانت تميز الانتخابات الأمريكية، ولكنها المرة الأولى التي تظهر انقسامات تهدد كيان الحزب الجمهوري ومصداقيته على هذه الصورة التي لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل. داليا الكومي لبرنامج في قلب الحدث، واشنطن.